هل فيه دليل على جواز صبغ اللحية بالسواد؟ أما صبغ اللحية بالسواد فقد دلت الأدلة على منعه. جاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى لحية أبي قحافة والد الصديق رضي الله تعالى عنهما ورأسه كالثغرة بياضا أمره يغير الشيء ويجنبه السواد. هذا يدل على أن الشيء يغير والسنة أن يغير الصغرى والحمرة، ولكن لا يغير بالسواد الخالص بل يغير بسواد المخلوط بالحمرة أو بالصغرى الخالصة أو بالحمرة الخالصة. وفي السنن المسلم والسنن عن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام قال يأتي في آخر الزمان قوم يخربون بالسواد حواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة، وهذا وعيد عظيم وسنده لا بأس به. أحمد وأبو داود النسائي والترمذي قال صريح في منع السواد الخالص. وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يصبغ بالسواد فهذا محمول على أنه ما بلغه النص، محمول على أنه لم تبلغ النصوص الدالة على تحريم السواد الخالص. هذا أحسن ما يقال في حق من بلغ من روي عنه أنه يحمل السواد من الصحابة أو من غيره، أحسن شيء يحمل عليه يحمل على أنه لم يبلغه النهي. نعم.